السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان علامات إعراب جمع المذكر السالم. خدنا علامات إعراب المفرد وعلامات إعراب المثنى وعلامات إعراب جمع التكسير. طبعا احنا قلنا إن الاسم من حيث العدد ينقسم إلى مفرد وهو ما يدل على واحد أو واحدة، ومثنى يدل على اثنين أو اثنتين، وجمع ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. قلنا أن المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، مثل الطبيب ماهر. هنا كلمة الطبيب مفرد وماهر مفرد. أريد أن أعرب كلمة الطبيب، هذه جملة اسمية، فالطبيب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه وقف. كلمة الطبيب مفرد، وقلنا المفرد يرفع بالضمة، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. أما ماهر، الطبيب ماله ماهر، فماهر خبر مرفوع علامة رفعه وقف. كلمة ماهر هذه مفرد، يبقى ماهر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. نتذكر مع بعض علامات إعراب المفرد. قلنا المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. بعد ذلك أخذنا الاسم المثنى. قلنا الاسم المثنى هو ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. وعلمنا أننا بزود الألف والنون في حالة الرفع إذا كان الكلمة إعرابها مبتدأ أو خبر أو فعل. أما الياء والنون فبزودها في حالتي النصب والجر إذا كان الكلمة إعرابها مفعول به أو اسم مجرور. وقلنا علامات إعراب المثنى أن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، مثل قرأ الولد قصتين. هذه جملة فعلية، قرأ فعل ماضي. الولد مين اللي قرأ؟ الولد، يبقى الولد فاعل مرفوع علامة رفعه أقف. كلمة الولد دي مفرد علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. ماذا قرأ الولد؟ قصتين. قصتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ثم تناولنا أنواع الجموع. قلنا أن أنواع الجموع ثلاثة، هي جمع مذكر سالم مثل معلمون ومعلمين، جمع مؤنث سالم مثل مهندسات، وجمع تكسير مثل أقلام. ثم تناولنا جمع التكسير وعلامة إعرابه. قلنا أن جمع التكسير هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، مثل طالب طلاب، قانون قوانين، تلميذ تلاميذ، كتاب كتب. مهم ان انا بغير شكل المفرد. وقلنا ان علامات اعراب جمع التكسير زي المفرد، جمع التكسير توأم المفرد، بيقلد المفرد، فيرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره. تعالوا مع بعض النهارده نتعرف على جمع المذكر السالم وإعرابه. قلنا أن جمع المذكر السالم جمع لأنه كتير، مذكر خاص بالولاد يدل على أكثر من اثنين، سالم وقلنا في أنواع الجموع. يعني إيه سالم؟ يعني المفرد لما بشيل حروف الزيادة منه بيرجع زي ما هو، بيرجع سليم، بترجع الكلمة لها معنى. يبقى جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر، يعني كتير، من اثنين، يعني أكثر من اثنين مذكرين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. بزود على المفرد واو ونون أو ياء ونون، بزود يعني لو شلتها، شلت الواو والنون أو الياء والنون، الكلمة مش هتتأثر والكلمة هيكون ليها معنى، مثل مزارع. أنا عايزك مع الكلمة دي جمع مذكر سالم، فأقول مزارعون أو مزارعين. معلم، أقول معلمون أو
معلمين. انا هنا بجمعها جمع مذكر سالم، انا ما باجيش جنب المفرد، ما باجيش جنب حروف المفرد، انا بزود بس في الاخر واو ونون او ياء ونون. المفرد سليم سالم. مهندس جمعها مهندسون او مهندسين. طب يا ميس انا كده فهمت جمع المذكر السالم هو ما يدل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون. طيب يا ميس كل الكلمات الاخيره واو ونون او ياء ونون دي تبقى جمع مذكر سالم؟ لا، زي كلمه قوانين اخرها ياء ونون، بس اجي اجيب المفرد لها قانون، انا غيرت شكل المفرد يبقى دي جمع تكسير. كلمه بساتين اخرها ياء ونون يا مس تبقى جمع مذكر سالم. غلط. ليه؟ لان انا لو شلت الياء والنون الكلمه ما رجعتش زي ما هي، ليست لها معنى. بسات ليها معنى؟ لا. يبقى انا هنا عرفت ان جمع المذكر السالم انا ما بجيش جنب المفرد، انا بزود بس في الاخر واو ونون او ياء ونون. طب يا مس امتى ازود الواو والنون وامتى ازود الياء والنون، وايه علامات اعراب جمع المذكر السالم؟ هنشوف مع بعض من خلال الامثله. اول مثال بيقول الصيادون ماهرون. يا مس دي جمله اسميه، والجمله الاسميه تتكون من مبتدا وخبر. طيب الصيادون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه أقف دلوقتي، الصيادون مالهم؟ ماهرون، فماهرون هنا خبر. طب بصوا كده في المبتدأ أنا حطيت إيه؟ واو ونون، وفي الخبر هنا أنا حطيت إيه؟ في جمع المذكر السالم واو ونون. جميل. طب نشوف المثال الثاني، يتعاون الفلاحون في جمع الثمار. فين هنا جمع المذكر السالم؟ كلمة الفلاحون. طب إعرابها إيه؟ نشوف الجملة دي، يتعاون الفلاحون في جمع الثمار. دي جملة فعلية، يتعاون فعل مضارع. مين اللي بيتعاون؟ الفلاحون، فالفلاحون هنا فاعل مرفوع. يبقى أنا حطيت هنا إيه؟ بصوا كده واو ونون. يبقى أنا الكلمة لما كانت مبتدأ أو خبر أو فاعل زودت لها واو ونون. يبقى أنا لما أجي أجمع الكلمة جمع مذكر سالم لازم أبص على إعراب الكلمة، لو لقيتها مبتدأ أو خبر أو فاعل هزود على المفرد واو ونون. طيب كمل المثال الثالث، يبقى انا بحط الواو والنون في حالة الرفع. يبقى في جمع المذكر السالم امتى بحط الواو والنون؟ في حالة الرفع. جمع المذكر السالم هنشوف بقى كده امتى احط الياء والنون. بيقول لي كرمت المدرسة المتفوقين في الامتحان. فين هنا جمع المذكر السالم؟ أحسنتم، كلمة المتفوقين. طب أنا حطيت هنا ياء ونون يا ميس ليه؟ هعرب الكلمة. كرمت دي أولا دي جملة فعلية، كرمت فعل ماضي، كرم ده فعل ماضي، كرمت ت ت ت ت ت دي تاء التأنيث اللي ما بتأثرش في الكلمة، ما بتحلش محل حاجة. مين اللي كرمت؟ المدرسة. المدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه أقف. كلمة المدرسة دي في مفرد، والمفرد يرفع بال، أحسنتم، الضمة. يبقى المدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طب ماذا كرمت المدرسة؟ المتفوقين. يبقى المتفوقين إعرابها مفعول به، وحطيت إيه في جمع المذكر السالم؟ واو ونون ولا ياء ونون؟ أحسنتم، حطيت ياء ونون. طيب يبقى أنا كده عرفت إن أنا في حالة الرفع لما الكلمة كان عندي إعرابها مبتدأ أو خبر أو فاعل زودت على المفرد لما جيت أجمعه جمع مذكر سالم واو ونون. طيب
لما كانت الكلمة إعرابها مفعول به زودت ياء ونون، يبقى في حالة النصب بزود ياء ونون. طيب شوف المثال الرابع. يرحب المصريون بالسائحين. فين هنا جمع المذكر السالم؟ إذا ده فيه هنا اتنين، واحد بواو ونون والتاني بياء ونون. طب اشمعنى بقى انا حطيت هنا واو ونون هنا ليه وحطيت هنا ليه ياء ونون؟ نعرب الكلمه. هنا دي يرحب المصريون بالسائحين، دي جمله فعليه. طيب يرحب فعل مضارع، مين اللي بيرحب؟ المصريون. مصريون هنا فاعل، عشان هنا الكلمه اعربها فاعل حطيت لها واو ونون. طيب بالسائحين، الباء حرف جر والسائحين اسم مجرور. طب حطيت هنا في الاسم المجرور واو ونون ولا ياء ونون؟ حطيت ياء ونون. يبقى انا كده افهم ان انا بحط الواو والنون في حالة الرفع، اي اذا كان الكلمة يعربها مبتدأ او خبر او فاعل، وزودت ياء ونون في حالتي النصب والجر إذا كان إعراب الكلمة مفعول به مثل المتفوقين، أو اسم مجرور في حالة الجر اسم مجرور زي كلمة السائحين. طيب أنا كده عرفت إيه هو جمع المذكر السالم وليه سموه جمع مذكر سالم، وعرفت إمتى بحط واو ونون أو ياء ونون. ف يبقى جمع المذكر السالم ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد. طب إيه بقى يمس علامات إعراب جمع المذكر السالم؟ مش إحنا خدنا إن الجمع المفرد وجمع التكسير بيرفعوا وينصبوا ويجروا، كذلك جمع المذكر السالم بيرفع وينصب ويجر. طب بيرفع بإيه؟ يرفع بالواو. جمع المذكر السالم يرفع بال واو وينصب بالياء، ينصب بالياء ويجر بالياء، يجر بالياء. ما حدش يجي يقول لي مرفوع بالواو والنون، غلط، يرفع بالواو بس، ينصب بالياء، يجر بالياء. طيب تعالوا كده، شفتوا الأمثلة اللي احنا خدناها؟ نبدأ نعرف كده ونشوف ازاي هعرف. الصيادون ماهرون، قلنا دي جملة اسمية، صيادون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه وقف. كلمة الصيادون دي ايه؟ دي جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بال واو. احسنتم، يبقى الصيادون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الصيادون مالهم؟ ماهرون، فماهرون هنا تعرب ايه؟ احسنتم، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. ما انساش اقول السبب، لانه ايه؟ لانه جمع مذكر سالم. يتعاون الفلاحون في جمع الثمار. يتعاون، ده فعل مضارع. من يتعاون؟ الفلاحون. الفلاحون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. في حرف جر، وجمع اسم مجرور وعلامة جره وقف. كلمة جمع دي مفرد، يبقى علامة جره الكسرة لأنه مفرد. كلمة الثمار مش عايزاكم تعرفوها دلوقتي لأن احنا لسه ما خدناش إعرابها، ناخده امتى؟ ناخد الترم التاني. كرمت المدرسة المتفوقين في الامتحان. دي جملة فعلية. كرمت، قلنا كرم فعل ماضي، ت ت دي تاء، دي تاء ايه؟ احسنتم، دي تاء التأنيث زي ما قلت لكم من شوية. مين اللي كرمت؟ المدرسة. مدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه وقف، المدرسة مفرد، يبقى علامة رفعه احسنتم الضمة لأنه مفرد. المتفوقين، ماذا كرمت المدرسة؟ المتفوقين، المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. في حرف جر، والامتحان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد.
يرحب المصريون بالسائحين. قلنا دي جملة فعلية، يرحب فعل مضارع. مين اللي بيرحب؟ المصريون. المصريون فاعل مرفوع علامة رفعه ايه؟ دي جمع مذكر سالم، يبقى علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بالسائحين، الباء حرف جر، السائحين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. تعالوا مع بعض نراجع جدول علامات الإعراب. إحنا قلنا مفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. فإن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة زي المفرد، توأم المفرد، بيقلد المفرد، ويجر بالكسرة. ودرسنا النهاردة كان عن جمع المذكر السالم، قلنا بيرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. تعالوا كده نشوف تدريب صغير جدا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. يعرض نقط سلعهم أمام الناس، هتبقى البائعين ولا البائعون؟ إيه ده يا مس، حضرتك كده حيرتيني، أحط واو ونون ولا ياء ونون؟ برافو عليكم، أعرب الكلمة. أعمل إيه؟ أعرب الكلمة عشان أعرف أحط البائعين ولا البائعون. الكلمة اللي أنا المكان الفاضي ده أعربه، يعرض، مين اللي بيعرض؟ يبقى الكلمة اللي هجيبها إعرابها فاعل. طيب لما الكلمة لما أجي أجمعها جمع مذكر سالم وتكون فاعل، أحط لها واو ونون ولا ياء ونون؟ أحسنتم، أحط لها واو ونون، فهقول البائعون. قابل المعلم نقط التلميذين ولا التلميذان؟ خدوا بالكم ده مثنى، أحط له ياء ونون ولا ألف ونون؟ هعمل إيه؟ برافو عليكم، هعرب المكان الفاضي. قابل مين اللي دي جملة فعلية، قابل مين اللي قابل؟ المعلم، يبقى المعلم فاعل. طب قابل ماذا؟ الكلمة اللي هجيبها اعربها ايه؟ اعربها مفعول به. طب المفعول به لما يكون مثنى احط له ياء ونون ولا الف ونون؟ احسنتم، احط لها ياء ونون، فاقول التلميذين. طيب السؤال الثاني بيقول اكمل بما هو مطلوب بين الاقواس، والسؤال ده بيجي لكم كتير جدا في الامتحانات. الأطباء المصريون نقط، هو هنا مسهل الموضوع، قال لي أنا عايز خبر يكون جمع مذكر سالم. هو جمع مذكر سالم يعني أحط له واو ونون أو ياء ونون، هو مسهلها لي، مغششني، بيقول لي خبر يبقى أحط إيه؟ أحسنتم، أحط واو ونون، يبقى الأطباء المصريون مجتهدون. كافأ المدير نقط من الطلاب، عايزه اجمع مذكر سالم، هحط واو ونون او ياء ونون، اعمل ايه؟ اعرف ازاي؟ اعرب الكلمه. كافأ المدير، ده جمله فعليه، كافأ فعل ماضي، والمدير مين اللي كافئ المدير؟ يبقى المدير فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه لانه مفرد. طب الكلمه اللي انا هجيبها اعرابها ايه؟ ماذا كافأ المدير؟ الكلمة اللي أنا هجيبها إعرابها مفعول به. طب المفعول به لما يكون جمع مذكر سالم أحط له واو ونون ولا ياء ونون؟ أحسنتم، أحط ياء ونون، يبقى كافأ المدير المتفوقين من الطلاب. يبقى المتفوقين إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. آخر سؤال بيقول لي أعرب الكلمات الملونة. يصوم المسلمون شهر رمضان، كلمة المسلمون إعرابها إيه؟ لازم أحدد نوع الجملة. يصوم المسلمون، دي جملة فعلية، يصوم فعل مضارع، مين اللي بيصوم؟ المسلمون، يبقى المسلمون إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه وقف. كلمة المسلمون دي مفرد ولا مثنى ولا جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم، وقلنا جمع المذكر السالم يرفع بال
واو، يبقى المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بنى المصريون القدماء السدود على نهر النيل، دي جملة فعلية، بنى فعل ماضي، مين اللي بنى؟ المصريون، يبقى المصريون هي الفاعل. بنوا ماذا؟ السدود، يبقى السدود مفعول به منصوب وعلامة نصبه وقف. كلمة السدود دي جمع تكسير، وجمع التكسير بينصب زي المفرد، بينصب بإيه؟ بالفتحة. يبقى السدود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. سلمت على طالبين، طالبين دي على حرف جر، وطالبين اسم مجرور وعلامة جره وقف. كلمة طالبين دي مثنى باسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كده نكون انتهينا بدرسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.